بعد 15 يوم من الأجواء الباردة والأمطار ارتفعت على درجات الحرارة والتفاصيل بالمختصر. بداية وبمشيئة الله من يوم الخميس متوقع ترتفع درجات الحرارة، ولكن لازم ننبه أن الارتفاعات رح تكون على درجات الحرارة النهارية، يعني الأجواء بالليل رح تكون باردة يوم الخميس والجمعة وحتى يوم السبت. حتى في ساعات النهار متوقع انه يكون في بعض الرياح الشرقيه، وهي الرياح الشرقيه بتزيد الاحساس من البروده، يعني صحيح رح نشوف ارتفاعات على درجات الحراره كارقام، ولكن الاجواء ممكن تكون بارده نسبيا في معظم المناطق، الا للناس اللي حابه انها تنزل على المناطق في الاغوار، هاي المناطق رح تكون الاجواء فيها مناسبه وفيها ارتفاع واضح على درجات الحراره. اما في يوم السبت فمتوقع ان شاء الله انه تتاثر المملكه بحال من عدم الاستقرار الجوي، وهذا الشيء بيؤدي لانخفاض في درجات الحراره، فاحنا عم نحكي على ارتفاع يوم الخميس والجمعه، ولكن رح تضل الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ويوم السبت رح ترجع تنخفض درجات الحرارة ويبدأ تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي. بتمنى لكم السلامة للجميع. إذا عندكم أسئلة تانية اكتبوا لنا إياها بالتعليقات لحتى نجاوبكم عليها. إلى اللقاء.